أشار الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أن حلول مصر كدولة ضيف على منتدى سان بطرسبرغ الاقتصادي الدولي يؤكد على عمق المستوى المتميز الذي وصلت إليه العلاقات المصرية الروسية. وفي كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام فعاليات المنتدى والتي تعقد بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن المنتدى هذا العام يعقد في ظل تحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة، معربا عن أملي في أن تسهم مخرجات المنتدى في تخفيف وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية. ويعقد منتدى هذا العام في ظل ظروف وتحديات سياسية واقتصادية غير مسبوقة وذات طبيعة استراتيجية، ونأمل في أن تسهم مخرجات المنتدى في إيجاد الحلول الفعالة لهذه التحديات وبالشكل الذي يخفف من وطأة الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية على العديد من دول العالم وخصوصا على اقتصادات الدول الناشئة، وكذلك على النحو الذي يأخذ في الاعتبار مخاوف ومصالح جميع الأطراف ويحقق أمن الشعوب والطمأنينة لها عبر تفاهمات سياسية طويلة المدى تفتح المجال لنمو الاقتصاد العالمي، لا سيما في أعقاب جائحة كورونا الحادة التي كلفت مجتمعاتنا ضحايا وأموالا وموارد طائلة، تجعلنا حريصين على تفادي أي تباطؤ في الاقتصاد العالمي